تعطيني نموذج من اي كليه من الكليات اللي سواء كانت الاوروبيه او غير الاوروبيه اللي جاي يصير في بعض كلياتنا. صحيح. انتم محترمين ومقدرين، اعطيني واحد كليه من الكليات. صحيح. جامعه من الجامعات. لذلك اقول ان اكو قيم وتقاليد موجوده نحن نحافظ عليها. حتى دكتور نقدر نضيف واحد من الدكتور انا وفق السياقات اللي لا تخدش الحرم الجامعي، لا تخدش قيمنا، لا تخدش تقاليدنا. لا لا اكو سياقات احنا في الجامعه نشوف رئيس الجامعه وجهاز الاشراف وغيره، بس اللي جاي اقول لكم جاي يصير انتم كطلابنا، انتم باكر القاده، انتم تقودون هذه المسيره، جيب لي نموذج من اي كليه في دول العالم ما صايره. طبعا لا تركز لي يعني انت باكر، انا متاكد 100% هذه الحفلات التصوير بعد 10 سنوات 15 سنه الشخص اللي مشارك بها اصلا يخجل. يخجل يخجل يقول انا شلون اكون المسؤول وشلون اكون قائد. باكر انت اليوم طالب، باكر انت تقود لك مؤسسه، تقود باكر تصير في موقع متقدم سياسي، يقول انا شلون كنت هيك شيء. حرم الجامعي حرم. يقدر الطالب مثلا يسوي حفله خارج الجامعه هذا حبي، بس انتم تساعدون ان يكون هناك ضوابط وفالح تفال كلنا. انا نفسي احضر عفوا في حفلات التخرج،